السلام عليكم. احنا اليوم نقدم حالة، وهي الحالة عم تكثر نشوفها بشكل يومي، وهي عملية وإعادة أو عودة الوزن بعد عمليات السمنة. وفي هذا الزمن طبعا نلاحظ أنه صارت ترجع عمليات عودة الوزن بعد عمليات السمنة. يعني المريض بيكون عامل عملية تكميم قبل 5 6 سنوات، وبرجع بقول لك يا دكتور أنا للأسف رجع زاد وزني، والسبب إما أنه يكون المعدة واسعة، لما انقصت المعدة واسعة، وهي المعدة احنا عادة بنقص ما بين 75-80% إذا تركنا المعدة واسعة ممكن يرجع يزيد الوزن، لأنه كمية الأكل بوكلها المريض كبيرة. اثنين، نوعية إنه تكون المعدة صغيرة وهو بوكل حلويات، فما بالك لما يكون عنده عاملين المعدة واسعة وبوكل حلويات كثير. فمرضتنا هاي خضعت للتكميم بال 2013 في إحدى الدول العربية، كان وزنها 129 نزل 85 ورجع زاد وزنها الآن إلى 103-105 وطولها 155، فعندها الآن سمنة مفرطة بـ MRI 43. عملنا لها تنظير معدي وصور أشعة، وأظهرت الصور وجود توسع في المعدة. الآن نشوف مع بعض هاي الصورة، هاي المادة الملونة لما شربتها، أوكي، وهاي الصورة الملونة. يعني ما بصير المريض دخل العمليات إعادة إلا نشوف المعدة، فشايفين قديش المعدة واسعة. يعني الأصل هاي يكون حجم المعدة بهذا الحجم هيك، أوكي، هذا كلياته واسع، جزء من المعدة الواسعة، تمام. فاحنا هلا بدنا نعمل في هاي العمليه، اوكي، تصغير للمعده مره ثانيه، لانه المريضه تعاني من عوده الوزن مره ثانيه ومحبه للحلويات. فهاي الصور اظهرت انه المعده واسعه، اوكي، ولابد انه احنا شايفين هاي الصوره كل هاي المعده واسعه، هذا جيب المعده العلوي الواسع وحتى من الجيب السفلي. فاتفقنا مع المريضه مشان نعملها اعاده التكميم مع تحويل مسار المعده المصابه، اوكي، وراح نكمل الفيديو لما ندخل العمليات ان شاء الله مع بعض. السلام عليكم. احنا اليوم بدنا نشتغل عملية مريضة خضعت لعملية التكميم قبل هيك في احدى الدول العربية، كان وزنها 129 كيلو ونزل وزنها لغاية 85 وهي طولها 155، وهي من محبي الحلويات، اللي عملت العملية بال 2013، يعني كان معدل نزولها بحدود تقريبا اقل 37-40 كيلو، والان رجع زاد الوزن الى 103. وراح نعمل احنا عملية تقييم للحالة قبل العملية، عملنا صور أشعة وتنظير وتبين عندها فتق في الحجاب الحاجز مع توسع في جيب المعدة. فالآن المريضة مش حابة تغير سلوكها الغذائي وراح تعتمد بشكل رئيسي على الحلويات، فكان الخيار الأنسب انه نعملها ميني ماي باس MGB اللي هي تحويل مسار المعدة المصغر. فالآن راح نشوف حجم المعدة قديش هو واسع، وإذا عملنا تحويل لازم نصغر جيب المعدة ثم نوصل المعدة بالأمعاء الدقيقة بعد ما ناخذ طول كل الامعاء، وبناء عليه بناخذ تقريبا من بين 1.5 إلى 2.5 متر من طول الامعاء، اوكي. المعدة حقيقه من تحت واسعه، يعني هي هون عاده بنكون القص من هون، ففي مساحه واسعه من مكان الاستيبلر، اوكي. فكينا شويه التصاقات والان بنحرر الالتصاقات بعد ذلك. طبعا بنشوف حجم المعده بناء على البوج اللي هو احنا مدخلينه مع طبيب التخدير، شايفين كل هذا تقريبا 1 سم واسع من جيب المعده. الآن لو إنها مرضتنا بتحب النشويات بنقولها بنعمل لك إعادة تكميم، ولكن هي من محبي الحلويات. اثنين، عندها فتق في الحجاب الحاجز، فالخيار هو إجراء الميني باي باس، أوكي. شوف هذا الطحال، واضح إنه حتى السبلين مش مفتوح هون كان. ويندو بدنا نفتح هلا ويندو هون، اوكي، هذا الجزء من الامعاء المعدة، راح نحرر المعدة عن الدهون المحيطة فيها، وهذا جيب المعدة الواسع. خذ لك كابتشر بالظبط عشان تبيها اياها بكره. دخلوا لي جراسبر، ان التسان الكلامب موجود، في الكلام تبع التسان الكلامب. يلا نشوف هلا النخيطين BDS. يلا الان نشوف هاي كلها التصاقات من العملية السابقة، احنا بدنا نحررها ونفكها، اوكي. Thank you.
شايفين هذا جيب المعدة كله حقيقة واسع، مبين برضو بالإيمج قبل العملية. انسى شو هيك عملنا يعني ديسكشن مع المريضة وشرحنا لها شو الخيارات اللي أمامها قبل العملية، واتفقنا على الام جي بي اللي هي ميني جاستيك باي باس، او برضو تسمى الوان انستوموسيس جاستيك باي باس، لانها يعني لا تستطيع ولن تستطيع انها تغير من سلوكها الغذائي. ما وعدتنا انها راح تغير من سلوكها الغذائي، فمشان هيك نلجأ لهذا الاجراء. اوكي، مع انه يعني يمكن انه يعملها ايش، اعادة تكميم. يعني هاي المعلومة اللي بنوصلها انه بحجم معدتها هذا ممكن نعمل اعادة اللي هي ريسليف. اوكي، بس راح ترجع لنفس السلوك السابق، فراح تكون النتيجة بالنسبة لها مش مرضية كتير. بعدين نرجع كمان مرة تانية نعمل ام جي بي، لا نعمل ام جي بي من هلا. That's it. شو هاي كل هالتصاقات من العملية السابقة، احنا بنحرر المعدة. ادخل لي بعدها حرر المعدة عما حولها من دهون. اوكي، راح نوقف التسجيل الان، نرجع بعد شوي. هذا الجزء اللي حررناه شايفينه، هذا هو الجزء اللي تحرر. المعدة فعلا واسعة، وزي ما حكيت انا الي خاطر طبعا نعملها اعادة تكميم، ولكن هي ما ساعدتنا بتناول النظام الصحي الغذائي، فهي مصرة انها تضلها على الحلويات. طبعا ضلت على الحلويات حتى بعد 10 سنين ممكن يزيد وزنها، فمشان هيك الان الحل المؤقت هو تحويل مسار المعدة المصغر. وهي المعدة واسعة، شايفين قديش كل هذا، يعني المفروض تكون على مقدار هذا الانبوب، كل هذا الجيب واسع، يعني في بحدود 5 سم طوله، وكان ظاهر عندنا بالاشعة. الان من البول كلام بدنا نشوف البول هلا، هيد داون بليز، بدنا نشوف طول الامعاء قديش عندها عشان نعملها الميني باي باس ان شاء الله. 75 85 90، احنا بلشنا هلا نعد طول الامعاء، هيك متر و5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 كليب 65 يلا عنده كليب 65 متر و70 لغاية الآن من عنده كليب. اوكي، نشوفها هون تحت. اوكي، هلا راح نكمل عد لغاية ايش، نوصل لليوسيكال فال. اوكي، نشوفه هاي الجزء من الامعاء، نشوف نقدر نوصل على المعدة فوق، بوصل عندنا بسهولة. يعني احنا الان راح نعمل فتحة هون بعد ما نقص هاي الامعاء ونوصلهم ببعض، هاي اللي هي الام جي بي. اوكي، احنا هاي تقريبا خليها تو كليب مكان الستاندرد تبعنا اللي هو راح نعمل الانستوموسيس. 75 80 85 90 95 مترين كليب. الآن 10 15 20 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 85 95 هاي ايش؟ 3 متر 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 65
مفروض سلام 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 احنا الان بدنا نعمل ري سليف اسحب البوز شوي بالله ارجع شوي اسحب بس لا ادفع ادفع بس في عندكم جن ثاني بسم الله تمام وحده ثانيه بلا احنا الان هينا عملنا اعاده تصغير للمعده خاص الجيب العلوي هذا الجزء العلوي الثاني هذا الجزء من المعدة اللي فوق اللي بدنا نقصه برضه الله اكبر اوكي اعطينا هلا البربل اللي فوق معلق هي عملنا إعادة تكميم تصغير المعدة هذا الجزء اللي قصناه من نطلعه هذا الجيب العلوي اللي كان واسع ضل فيه كمان جيب تاني سفلي بس السفلي غالبا راح نخليه اوكي الان قصنا طول الامعاء وجدناها 3 متر و70 الى 75 سنتي فراح نعيد قياس الامعاء مره ثانيه عشان نطمن على الطول اوكي لانه صعب انه ناخذ متر و60 ضل عندها مترين بس ابزوربشن وهذا راح يغلبها وراح يصير عندها مال ابزوربشن فممكن نكتفي باعاده التكميم وذات ست بس خلينا نعمل دبل تشيك للباول لينث هيد داون بليز يعني تخيل حتى لو اخذنا متر وسبعين او متر وستين ستيل الباول لينث عندنا شورت راح تكون خلينا نشيك على هاي الديجي جونكشن اوكي الديجي ممتاز هاي هيك 5 سنتي 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 85 90 95 متر وخمسة وعشرة 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 متر وسبعين 75 شو 75 خمسة ثمانية خمسة ثمانية تسعين
95 هاي مترين. اوكي هاي مترين. اوكي 5 10 15 20 25 30 35 40 45 متر 45 مترين وخمسة وأربعين صح. هاي يقول 50 50 55 60 أشوف 65 70 75 80 85 أوكي 85 95 هون كم؟ 3 هاي 3 متر 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 55 60 70 75 85 90 95 يعني طولها معها 4 متر. اوكي معناته لو اخذنا متر ونص ظل عندنا مترين ونص. طار المعدة راح نعمل فقط اعادة تكميم لانه وجدنا الامعاء قصيرة عندها وطول الامعاء كله 4 متر الا 5 10 سنتي. فاذا اخذنا متر ستاندرد متر ونص راح يضل عندنا مترين إلا شوي وهذا قد يدخل المريض بنقص بروتين وزلال. فمشان هيك بدنا نعطيها فرصة ونعملها هلا ريسليف ونصبر عليها إن شاء الله مع اللايف ستايل موديفيكيشن ننزل وزنها إن شاء الله. ثواني استنى استنى شوي 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 اسحب لورا شوي ارفع لورا ادفع شوي بس ارجع هذا الجزء الثاني من المعدة اللي قعدنا قصه مرة ثانية تحت. احنا العملية عملنا اعادة تكميم وجدنا انه هذا القرار الانسب إلها. اوكي واذا ما نزل وزنها وما تغير سلوكها بعد 6 شهور او سنة نعملها ارجعني نعملها اللي هو الميني باي باس مع توضيح طول الامعاء اللي عندها. لان هذا شكل المعدة. اوكي هاي اللي انقصت هيها. يعني tube like structure smooth outline والبايلورس كمان نشال منه بري بايلوريك الانترا نشال جزء منه وهيك I think this is the best chance for her at this stage of her life. okay full drain okay
معناها هيك نحط درين نتأكد انه ما في عندنا مشان نشوف تحت في جوز. داونورد هيك اوكي. لو تشيك دبل تشيك if there is gauze inside. في هي تمام. ثانك يو